كيف للمرة الثالثة انتبه عليه. كل مشروع يحتوي على عدد من المسارات، ممكن ألف ممكن ألفين مسار، ولكن واحد من هذه المسارات إلى هالمرحلة واحد، بالمناسبة ممكن أكثر من واحد، هو بس خلينا نقول واحد من هذه المسارات يسمى مسار حرج، يحتوي على فعاليات تسمى الفعاليات حرجة، لأنه أي تغيير في زمن الفعالية في بدايتها في وقتها في نهايتها يؤدي إلى تغيير الوقت الكلي للمشروع، ويعرف المسار الحرج بأنه أطول مسار من حيث الوقت، أطول مسار من حيث الوقت، والمسار وأقصر مدة يمكن من خلالها أنه ينفذ المشروع. ما ممكن ينفذ هذا المشروع اللي قدامك بمدة أقل من 16 شهرا، فالكريتيكال باث هو أطول مسار من حيث الوقت، وهو أقصر مدة يمكن تنفيذ المشروع من خلالها. لهذا من المعلومات المهمة اللي ناخذها من البار تشارت هو الكريتيكال باث. الكريتيكال باث أنا هسه أقرأ شنو؟ A B C G، هذا A B C G، لما تجي تجمع أوقاته تلقي هو الوقت الكلي للمشروع اللي هو عبارة عن شقد 16 شهر. هذا التعريف، وراح ينعاد علينا هذا التعريف بالمحاضرات الجاية إن شاء الله. خلي نبدي بالمحاضرة الخامسة. فعلى البار تشارت، اعتمادا على المثال السابق some definitions بعض التعاريف كان بيستابليش ممكن انه الرسخه، اللي هو اهمها الكريتيكال باث، المسار الحرج، او يكتبونه سي بي، فكلمه جدا مشهوره عندنا باداره المشاريع. اي مهندس هسه قله المسار الحرج الكريتيكال باث، حتى لو مو مهندس مدني يعرف لك اياه، يعني هاي من المعلومات اللي تبقى وياك حياتك كلها بالهندسة. It is the longest time، هو أطول وقت، يعني هو المسار الأطول وقت. It is the longest time path، هو المسار الأطول وقت. And it is the shortest time، وهو الوقت الأقل، to complete the project activities، من أجل إكمال فعاليات المشروع. Again، It is the longest time path، هو مسار الوقت الأطول. And it is the shortest time، وهو الوقت الأقل، to complete the project activities، لإكمال فعاليات المشروع. The CP، the critical path، consists of critical activities، الفعاليات اللي مرينا عليها بالمسار الحرج شو نسميها؟ نسميها critical activities، فعاليات حرجة. In which، التي، any change in time، اي تغيير في الزمن، will result، ستؤدي، ستكون النتيجة، will result in change of duration of the project، ستؤدي او ستنتج عن تغيير في وقت المشروع الكلي. تعريف تحفظه وتفتهمه زين، وهسه نستمر بها المحاضرة ونشوف شنو المشكلة. هذا بار تشارت ثاني شوية مرسوم أحسن. فعالية أي، شوف لاحظ أنا ما كاتب هنا الفعاليات لوحدها، الفعاليات مدخلها هي بنفسها. هسه باو على شو اسمه، أخذ لك دقيقة دقيقتين جاوبني على سؤالي. إذا قلت لك هذا المشروع إيش قد وقته، شو تقول لي؟ أنا ما كاتب هنا مانث، خلي نقول بالمانث بالأسبوع، تقول لي وقته 20 أسبوع أو 20 شهر إذا كانت بالشهر. جيت إلى آخر فعالية اللي هي هاي الآي وشفتها تنتهي بالعشرين. زين، إذا قلت لك الفعالية سي إيش قد طولها، تقول لي الفعالية سي طولها شهر 2 3 4 5 6 7، تبدي بالثالث وتنتهي بالعاشر، 7 أشهر. الفعالية جي إيش قد طولها، تبدي بالتاسع وتنتهي وين؟ بالستعشر. ما أعرف لها 1 2 3 4 5 6 7، أو 16 ناقص 9 7. إذا قلت لك الفعالية سي متى تبدأ، اعتمادا على أي فعالية تجي تشوفها هذه وياها، الأي تنتهي يلا السي تنتهي،
تقول لي الفعالية سي تنتهي آسف تعتمد على أي الفعالية إي على من تعتمد؟ الفعالية إي تعتمد على دي وبي، الدي والبي ينتهن يلا تبدي إي. الفعالية إف على من تعتمد؟ جيت هنا الفعالية إف بدايتها ماكو نهاية مشروع، تقول لي الفعالية إف ممكن إنه تبدي ورا شهرين من الدي، وممكن ورا شهرين من البي، ممكن هذا الكلام زين، هذا صح وهذا صح زين، وممكن مو هذه، تقول لي الفعالية إف تبدي قبل شهرين من نهاية السي، قبل شهرين من نهاية السي، هم الكلام صحيح. الآن وين المسار الحرج؟ ها المسار الحرج والله استاذ اي وراء بي وراء اي وماك وراء الاي شيء، وراء اف وراء اتش وراء اي. واحد يقول لي لا استاذ خو اي دي اي جي اتش اي، لا استاذ A C ورا C تبدل H وراها، هذني هواية يا هو اللي أعرفه يا هو اللي ما أعرفه زين. قلت لك شوف لي أنه أنت هذا مشروعك اليوم اللي هو التاريخ 30-12 مثلا، اللي هو هذا التاريخ، شوف لي مشروعك هذا متقدم متأخر ولا حسب الجدول. جيت رسمت الخط مالتك، جيت 30-12 هذا 30-12 اللي هو الكرن ديت اللي هو الوقت الحالي ورسمته. قلت لي والله استاذ بالنسبة للسي متأخرة لأن السي لازم تنتهي، بس هي لسه ما منتهية زين. بالنسبة للإي هم متأخرة لأنه لازم الإي هسه هنا هم تكون غامقة. بالنسبة للإف مضبوطة هي منتهية بالوقت اللي أنا بي، والجي استاذ زايدة يعني الجي متقدمة، فصارت الجي متقدمة، الاف اون تايم يعني اون سكيدجول، والاي والسي بيهايند ذا سكيدجول. أسئلة كان مباشرة، قلت لك أنا ما سألتك على الفعاليات، أنا سألتك مشروعك كله هل هو متقدم هل هو متأخر هل هو اون سكيدجول. أتقول لي والله استاذ تريد الصديق ما اعطونا اياها، ما دارسها، لو كنت نايم بيومها، لو طالع اكل لفه زين والاستاذ شرحها. خلي نكمل المحاضره. اوكي ريدنج ذا تشارت، هسه انا قريته. Activities B, C and D appear to begin as soon as A completed. يقول لك الفعاليات B و C و D يبدو أنها تبدأ حال نهاية الفعالية A. صحيح ال B و C و D حسب الشكل تبدأ مع نهاية الفعالية A. What about activity F? Is it linked with B or D or both? جاي يقول لك ال F، هذه الاف هذه شنو مرتبطه بمن؟ بالبي بالدي باثنين هين زين، تبدي ورا شهرين من الدي لو ورا شهرين من البي لو شنو؟ تقول لي ما اعرف. وات اباوت جي اتش اي؟ يا بهاي الجي عليه من تعتمد؟ والله استاذ ماكو وحده تنتهي ما ادري زين. الاتش عليها من تعتمد؟ والله صار ماكو شيء ينتهي هنا، اكو عندي الاي بس الاي قبلها تنتهي بشهر. الاي قل لي الاي هنا تعتمد يمكن على الجي لان جاي تبدي ورا نهايه الجي زين. لاحظ هاي كلها اجوبتك ما ادري. اكتيفيتي اف از اون سكيدجول، مو صحيح؟ الاف مضبوطه اون سكيدجول، جت ويا الوقت اللي يريده. اسف. Activity C behind the schedule و G is ahead of schedule، مو صحيح هسه قريناهن؟ بس أنا سألتك What about the schedule of the entire project؟ المشروع قل لي سولف لي هل هو ahead or on or behind the schedule؟ هذه معلومات يسموها شني shortcoming، يعني معلومات ما أقدر أحصلها من البار تشارت. بالمناسبة أنا جاي أتكلم على البار تشارت اللي سواه هنري جانت،
هسه البار شارت اللي موجود